الحدث مباشرة من الشروق الإخبارية، أهلا بكم. في أجندة اليوم سنتحدث عن قضية خالد بابوري الجزائري المتهم بقتل شرطيين في بلجيكا، هذه القضية التي أثارت تحفظا دبلوماسيا بين البلدين بين بلجيكا والجزائر، وأيضا أثارت تحفظ عائلة خالد بابوري التي نفت عنه تهمة الإرهاب. في الشق الثاني من الحدث اليوم سنتحدث عن شبهة أخرى تتعلق بشبهة الفساد التي باتت تلاحق الكثير من أميار مختلف بلديات الوطن، خصوصا هنا في بلديات العاصمة. هذه الشبهة التي استدعت تدخل الداخلية ممثلة في والي ولاية العاصمة الذي أمر بتوقيف أكثر من رئيس بلدية. لكن قبل الخوض في هذين الموضوعين نتوقف عند أهم ما جاء في منشطات بعض الصحف الجزائرية، على رأسها جريدة الشروق اليومية التي طالعتنا اليوم بمنشات عريض يتعلق بالحدث بين ضفتين، بين أو لا على الحدود الجزائرية التونسية. منع الجزائريين من تسويق منتوجهم الفلاحي بتونس بعد أيام قليلة من فرض ضريبة الدخول، دخول سيارات الجزائريين إلى تونس ب30 دينار أو ب30 دينار تونسي. نعم، جاء قرار آخر يتعلق بمنع المنتوجات الجزائرية من دخول الأراضي التونسية. ربما قرار آخر يعقد بعض أمور الجزائريين الذين يهبون منذ بداية هذه الصائفة إلى بين قوسين إنقاذ السياحة التونسية. هنا في بلاطو الحدث قبل يومين أيضا تطرق الزملاء إلى هذه القضية بالتفصيل، وكان هناك بعض التدخلات المتعلقة بالموضوع، لكننا اليوم ارتأينا أن نفتح النقاش إلى مستوى رسمي تونسي آخر. لكن قبل ذلك سأحاول أن أفكك بعض العناوين التي جاءت في صحيفة الشروق اليومي اليوم. الأول يتعلق بالمصدرين الجزائريين الذين أطالوا المكوث في الحدود بين البلدين من أجل إدخال منتوجاتهم، لكن للأسف كما قلت السلطات الأمنية التونسية منعت ذلك. كان هناك أيضا حوار مهم للزميل عبد السلام سكية في الشروق اليومي دائما مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي السيد ياسين إبراهيم، الذي صرح للشروق أن الجزائريين، وأقر في تصريحاته بأن الجزائريين هم الذين أنقذوا موسم السياحة بتونس. وقال في تصريح له في هذا الحوار: سنعمل على إلغاء الضريبة على الجزائريين وسنقدم تسهيلات للمستثمرين. ربما عنوان عريض أو تصريح لا ينسجم مع الواقع الذي بات يعلن عنه الكثير من الجزائريين المتواجدين على الحدود مع تونس. للتفصيل أكثر في الموضوع، ربما أهل مكة أدرى بشعابها، لذلك نستقبل على الهاتف وزيرة السياحة التونسية السيدة سلمى اللومي إن كانت معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا معالي الوزيرة، شكرا على حضورك هاتفيا معنا والتفصيل في هذه القضية التي باتت تؤرق الكثير من الجزائريين وأيضا الأشقاء التونسيين الذين يعتبرون الحضور الجزائري في تونس حضورا مهما. حضور الجزائريين هو حضور مهم، واحنا علاقتنا بين مع الجزائر علاقة متميزة وعلاقة تاريخية، والجزائريين يجوا تونس يجوا لبلادهم. أما المشكلة هذه الإشكالية اللي صارت على حكاية المعلوم اللي خلصوه السيارات في الحدود التونسية كيف يدخلوا تونس، هذه معلوم موجود عنده، ماهوش جديد، موجود عنده معناها عديد من السنوات. وكان قبل في عام 2015 كان معناها كان ضريبة على الأشخاص وعلى السيارات، وصار معناها صار برشا كلام عليه وصاروا احتجاجات على المعلومة هذه. كانوا الناس كل معناها اللي ماهوش توانسة يخلصوا ال 30 دينار على الأشخاص، يخلصوا معلومة على السيارة. أحذفناه احنا على الجزائريين عام 2015، حذفناه 30 دينار على الأشخاص وخليناه على السيارات. من الأول حذفناه كان على الجزائريين وبعد حذفناه على الناس الكل. ومعلوم هذا نتاع السيارات حتى التوانسة اللي يجيو مثال التوانسة اللي يسكنوا في الخارج ويجيو بسيارة ماهيش تونسية،
يدخلوا حتى من الحدود، حتى كي يجوا من البحر معناها يدفعوا هذه المعلومه هذه. ومش كان السيارات اللي ماهمش التونسيه كل هذه كيف ما الضريبه على التجول في الطرقات. دونك وهو قانون موجود من قبل، من قبل ما تجي الحكومه نتاعنا، ومعناها معمول به وعملناه قلت لك العام السابق صارت مشكله وحذفنا هذه الضريبه اللي على الاشخاص، خلينا كان على السيارات. وكي صارت هذه الاحتجاجات هذوما الكل، انا كوزير السياحه طلبت باش نعاود ننظروا فيها الحكايه، وانا باتصال مع وزير الجزائر في تونس اللي هو صديقنا، وقلنا انا هذه قانون من نجم نتنحى كانت قانون اخر. صحيح، هو قانون مرتبط بقانون الماليه التونسي المقرر في 2014، وكان ساري مفعول ايضا في 2015 و2016، لكن المعروف عنك السيده الوزيره انك تجاهدين من اجل الغاء هذا القانون داخل الحكومه التونسيه. فوالا، ونحب نحيي هنا على الاخوان الجزائريين فقط، ويقعد حتى التونس يدفعوا. الامر يتعلق فقط بالجزائريين او ربما توسع الامر الى جنسيات اخرى؟ اللي ماهمش تونسيه الكل، سياره اللي ما عندهاش ماهيش ايماتريكولي في تونس تدفع هذه المعلومه، هذه معلومه التجول في الطرقات التونسيه. سيارات فرنسويه، ليبيه، حتى التونسي معناها عنده سياره فرنسويه يدفع المعلومه هذه. جميل، يعني اسابيع قليله على نهايه موسم الصيف والسواح الجزائريين لا زالوا يتوافدون على الشقيقه تونس، هل سنعرف في الايام القليله القادمه او حتى في الاسابيع القليله القادمه رفع هذه الضريبه عن الجزائريين؟ والله احنا تو تعرفوا الفتره هذه هي معناها ثم العطله نتاع البرلمان، يلزمها يلزم قانون ويتنحى قانون، مش من احنا باتصال مع السلطات الجزائريه ان شاء الله ونشوفوا شنو نجموا نعملوا معاهم هما، وان شاء الله نلقاو حل. هل تعتقدي مع الوزيره ان الجزائريين راهم يدلوا شويه على التوانسه خاوتهم؟ هذه المعلومه مش خاص بالجزائريين، خاص معناها السيارات الكل حتى التوانسه يدفعوها، معناها اللي عنده سياره ماهيش تونسيه يدفعها. صحيح. معالي الوزيره، في حديث سابق ايضا وفي تصريحات سابقه ليك كنت تحدثتي على تقديم تسهيلات اخرى تتعلق بالاسعار بالنسبه للسياح الجزائريين، لا سيما المجموعات والوافدين من وكالات سفر سياحيه. فوالا، دونك احنا اتصلنا وعندنا معناها المهنيين قاموا باتصالات مع ليزاجونس دو فواياج الجزائريين، وصاروا بيناتهم معناها اتفاقيات وعملوا اسعار اللي يتعدى مع هذوما وكالات الاسفار، تم اسعار تفاضليه للجزائريين للسياح بصفه عامه، الجزائريين والاوروبيين. ربما ناخذ منك معالي الوزيره في اخر هذا التدخل الجميل منك تعليق حول منع الجزائريين من تسويق منتوجهم الفلاحي في الاراضي التونسيه. ما سمعتكش مليح، سمحني. في قرار جديد ربما اصطدم به كثير من المستثمرين الجزائريين والتجار انهم منعوا من ادخال منتجاتهم الفلاحيه خصوصا الى الاراضي التونسيه. عجب، ما ظهرليش هذه، خاطر احنا ثم العلاقات نتاعنا احنا معناها نجموا احنا نبيعوا في الجزائر والجزائر يبيعوا في تونس، ما عندناش مشكله هذه. رئيس الحكومه التونسيه الحبيب الصيد في تصريح سابق قال باللي الوزيرة السياحه مسكينه مظلومه لانها جات في فتره شويه صعيبه. بالحق والله فتره صعيبه ياسر، عام 2015 تعدى عام صعيب لتونس، واحنا الاخوان الجزائريين نحب نشكرهم بالتضامن اللي معناها ظهروه لتونس، وانا متاسفه ياسر بالسوء الفهم هذه، معناها راهو احنا الجزائريين فوق روسنا وفي عينينا، معناها هما نفرحوا بهم كيف يجيونا، معناها حتى كانت تحسن الوضعيه احنا باقي عندنا علاقه تاريخيه سيتي غولاسيون معناها صحيح ديما برشا، معناها الجزائريين باقي يجوا لتونس واحنا نحبوا نمشيو للجزائر، باقي نمشيو للجزائر. هذا هو الشيء اللي خلى التوانسه يدلوا على الجزائريين والجزائريين يدلوا على التوانسه، وتكون متطلبات كبيره ما بيناتهم. معالي وزيرة السياحة سيدة سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية بطبيعة الحال، شكرا جزيلا على تدخلك الجميل معنا وهذه التوضيحات من طرفك، وشكرا على تواضعك وقبولك دعوة التدخل في برنامج الحدث من الشروق الإخبارية. شكرا شكرا. يعني بدوري أيضا أحاول أن أفتح قوس حول تعاطي كثير من الوزراء التونسيين مع طلباتنا بالتدخل
في قناة الشروق الإخبارية، عكس ربما بعض الوزراء والمسؤولين الجزائريين الذين يجدون في التدخل على المباشر مع القنوات الإخبارية الجزائرية أمرا محرجا. أغلق القوس للعودة إلى ما جاء في الصحافة أيضا وما أحدثه من تحفظات بين بلجيكا الرسمية والجزائر أيضا دبلوماسيا. كاتب الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة يتحامل على الجزائر، يقول أن الجزائر لا تتعاون دبلوماسيا مع بلجيكا بخصوص ترحيل الجزائريين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير شرعية، الأمر الذي نفاه سفير الجزائر ببلجيكا السيد عمر بلاني في تصريح للصحافة البلجيكية اليوم. وتحدث بلاني بأن الجزائر تتعامل مع هذه القضية بأريحية تامة مع السلطات البلجيكية، وأنها لم تحصل على أي تقرير يستدعي ترحيل المسمى خالد بابوري من الأراضي البلجيكية. خالد بابوري هو المتهم بقتل شرطيين في بلجيكا بلجيكيين، واتهم أيضا بانتمائه إلى منظمة إرهابية، الأمر الذي نفته عائلته في عنابة. ربما نتابع هذه التصريحات التي نقلتها مراسلتنا أمال رمضاني من عنابة ونعود للحدث. طيب، ربما التصريحات غير حاضرة. ربما إن كانت التصريحات غير حاضرة نفصل في الموضوع أكثر مع مراسلتنا من عنابة الزميلة أمال رمضاني. أذكر أنه بعد هذا التوطئة على حدث قضية خالد بابوري سنفتح النقاش حول قضية أخرى تتعلق بشبهة الفساد التي طالت أميار في العاصمة واستدعت توقيفهم من طرف والي ولاية العاصمة. يحضر معنا بعد التطرق لقضية بلجيكا الوالي السابق بشير فريك، لكن قبل ذلك أصر على الزملاء أنه يتصلوا بالزميلة أمال رمضاني، وإن لم تحضر أمال رمضاني نقل تصريحات عائلة المتهم خالد بابوري. يشير الزملاء أن الخط منقطع مع الزميلة أمال رمضاني، لذلك سنحاول مباشرة الانتقال إلى الموضوع الثاني في حدث اليوم والمتعلق بشبهة الفساد التي طالت أميار في العاصمة واستدعت توقيفهم من لدن والي ولاية العاصمة. نتابع تقرير هاجر حاشي للحدث ونعود للنقاش. لم تمر العهدة الانتخابية للمجالس المحلية الحالية بردا وسلاما على الكثير من المنتخبين في العاصمة، مجالس هشة طغت عليها الصراعات وقضايا الفساد، وهي القضايا التي جعلت الوصاية تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة قضائيا، فمنهم من طالته التوقيفات ومنهم من حظي بالتغطية رغم أن وزير الداخلية أمر في وقت سابق بتوقيف المنتخبين المتورطين. القانون 11-10 المادة 43 منه تعطي سلطة تقديرية واسعة جدا للوالي، ولا ينتظر أي مراسلة رسمية من أي جهة، بناء على سلطة يوقف المنتخب المحلي عن ممارسة مهامه ويحيل الملف إلى العدالة. قضايا الفساد في بلديات العاصمة عادت لتطفو على السطح من جديد، ما دفع الوالي زوخ لإصدار تعليمة تقضي بتوقيف عدد منهم على غرار رئيس بلدية القبة الذي أنهيت مهامه بسبب متابعته قضائيا من طرف محكمة سيدي محمد وحسين داية، فيما تم توقيف 11 موظفا ببلدية بروغين ومتابعة 11 منتخبا لتورطهم في تزوير ملفات للحصول على سكنات خلال زلزال الفاتح أوت الماضي بحسب مسؤول من ولاية الجزائر. في المقابل يواصل رئيس بلدية بن عكنون تسيير شؤون المجلس رغم صدور قرار يقضي بالقبض الجسدي عليه،
في حين تسير شؤون بلدية سيدي محمد من قبل رئيسها المتابع قضائيا والصادر في حقه قرار بالقبض الجسدي، لغز استمرار رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة في أداء مهامهم رغم متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد والتزوير واختلاس أموال عمومية يقف وراءه الولاة بحسب مختصون في المجال، كونهم يملكون السلطة القانونية لاتخاذ قرار توقيفهم عن ممارسة مهامهم وفقا للمادة 46 من قانون الجماعات المحلية، وصفين استمرارهم في ممارسة مهامهم بالخارجة عن القانون. التقرير من توقيع الزميل التقرير قلت من توقيع الزميلة هاجر حاشي. لمناقشة هذا الموضوع ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع يحضر معي سيد بشير فريك الوالي السابق والكاتب أيضا، شكرا على حضورك معنا في برنامج الحدث. شكرا. القضية شائكة ولديها خلفيات كثيرة، لكن باعتبار أنكم من العارفين بأمور الإدارات المحلية نحاول معكم أن نفكك بعض ملامح هذا الموضوع. شبهة الفساد التي تطال منذ سنوات كثيرة المنتخبين المحليين وعلى رأسهم الأميار دفعت بسلطات الداخلية إلى توقيف بعضهم، كيف تعلق أوليا على هذا العنوان العريض قبل التفصيل فيه؟ شكرا على الاستضافة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هو لابد أن نضع الأمور في نصابها. الداخلية لا توقف المنتخبين كما جاء في مقدمة الموضوع، أن توقيف المنتخب من صلاحيات المطلقة لولي الولاية دون سواه. الداخلية بتقرير من وزير الداخلية يمكن حل المجلس الشعبي البلدي، أما توقيف المنتخبين فهو ليست من صلاحيات وزير الداخلية ولكن من السلطة ماهوش تقديرية مضبوطة بنص القانون، ممكن نوضح فيها. نعم، بمعنى أنه حتى نضع النقاط على الحروف، يعني الوالي من صلاحياته أنه يأمر بتوقيف مير مشتبه بالفساد أو متابعة قضائية. هو يجب أن نحتكم إلى النص القانوني، ما كانش في نص قانون كلمة يسميه يشتبه. المادة 43 من القانون البلدي الجديد صدر في 2011 واضحة وتتحدث على توقيف إذا ممكن نسميه تحفظي في حالات. الحالة الأولى اللي تتحدث عليها في الفقرة الأولى المادة 43 تقول إذا كان منتخب تمت متابعته القضائية بجناية أو جنحة في أمور متعلقة بالمال العام أو بالشرف. نعم. هذا يوقف تحفظين من طرف الوالي. الحالة الثانية إذا كانت تم ضد هذا المنتخب أو ذاك إجراءات أو تدابير قضائية تحول دون ممارسته لصلاحيته بصورة سليمة. نعم. وهنا تأتي السلطة التقديرية للوالي، ما هو أو ما هي نوع التدابير القضائية التي تحول دون ممارسة هذا المنتخب اللي يفترض أنه رئيس بلدية لمهامه بصفة صحيحة؟ طيب، ربما قبل التفصيل أكثر في الموضوع معنا أو أطلب من الزملاء الاتصال برئيس بلدية سابق السيد مختار بروينا، ربما هو أيضا تعرض لعملية مماثلة سابقا وهو الأقرب للحديث عن الموضوع. سيد مختار بروينا، هل أنت في الاستماع؟ أنا معكم في الاستماع ومساء الخير. مرحبا بك، مرحبا بك سي مختار. مختار، أكيد طلعت على المستجدات المتعلقة بتوقيف بعض أميار في العاصمة على رأسهم رئيس بلدية القبة من طرف والي ولاية العاصمة، تعليقك مبدئيا على هذا الموضوع؟ في الحقيقة أنا أقول أن الأمر يخضع إلى ما هو موجود في قانون البلدية، عندما يكون
رئيس بلدية محل إدانة مثبتة، فبالتالي إجراء توقيفه يتم إلى غاية المحاكمة، فإن تم تبرئته فيعود إلى منصبه، أما إذا لم يبرأ فذلك شأن آخر. على كل الأمر ليس بالأول، يعني تقريب كان الأمر شملت رؤساء بلديات سابقين في توقيفهم في العديد من الولايات، وأعتقد أن الأمر ينطلق في احترام قرارات العدالة، فمن ثبتت إدانته فليتحمل مسؤوليته، وبالتالي الجميع يمتثل إلى قرارات العدالة، وقانون البلدية واضح في هذا الشأن. نذكر سيد مختار بروينة أنه أنا بصفتكم في 2012 رئيسا لبلدية هنا في العاصمة تعرضتم لموقف مماثل من خلال توقيفكم بعد تعرضكم لحكم قضائي. في الحقيقة أنا لم أتعرض إلى حكم قضائي آذانني، لأنني عندما فتح التحقيق في بعض القضايا امتثلت إلى القضاء وتم تبرئتي من طرف المحكمة الابتدائية، وعلى أساس ملف لا يخضع إلى حيثيات مؤكدة، لأن الضبطية القضائية في البداية عندما تحاركت على أساس رسائل مجهولة غير مؤسسة، والحمد لله العدالة انصفتني بمنح البراءة. طيب بعد التبرئة سيد مختار، كيف تعاملت معكم وزارة الداخلية ممثلة في والي الولاية؟ أولا أقول أن في قضية أن والي ولاية مصالح الولاية انصفتني، لأن بالموازاة مع التحقيق الذي حركته الشرطة القضائية كان وقبل أن يتحول إلى القضاء على مستوى التحقيق القضائي، كانت مصالح مفتشية على مستوى الولاية حققت في الملفات التي كانت محل تحقيق من طرف الضبطية القضائية، ووجدت بأنني بريء كل البراءة وكل وبعيد عن كل ما تم إثارته حولي. طيب نعم سيد بروينة ابقى معي عبر الهاتف، سأعود إليك، لكن أتوقف عند ما ختمت به السيد بشير بريك. لا خليني أطرح سؤال قد يطرح بعض المتابعين غير الضليعين في القانون. المنتخب المحلي قد يكون مير أو يكون نائب في المجلس البلدي، هناك من يقول أنه لديه سلطة معنوية أكثر من سلطات الوالي الإدارية باعتبار أنه منتخب. كيف يقوم واحد معين من طرف الحكومة أو من طرف جهة حكومية بتوقيف واحد أعطته الصندوق هو اللي أعطاه الشرعية منتخب محليا؟ والله هذا قد يؤدي بنا إلى نقاش قانوني أو فقهي أو حتى سياسي. المنتخب المحلي يشكل الحلقة المهمة في نظام اللامركزية عندنا. لا. ومن أسس النظام اللامركزية هو وجود رقابة على الهيئات المنتخبة. من يتولى الرقابة على المنتخبين هو الوالي بحكم النص القانوني. أبقى الآن هل نوجد آلية جديدة قانونية دستورية تتولى هذه المهمة؟ هل الأمر هذا يحدث في بعض الدول التي تتبنى نظام ديمقراطي؟ والله بكل صراحة مانيش مطلع، يعني باش الإنسان يكون مانيش مطلع، لكن إذا نرجع لروح القانون ونص القانون، أنا شخصيا إذا ندير قراءة للمادة هذه 43 اللي تكلمنا عليها، قانون البلدية، أنا نفضل أن هذه المادة يقع فيها تغيير أو تحوير أو توضيح، حتى لا نترك للوالي سلطة تقديرية. المنتخب صحيح عنده شرعية شعبية بين قوسين،
الحالة الوحيدة اللي ممكن يتم توقيفه فيها نقول توقيف تحفظي. تحفظي إذا اتخذ ضده إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه في انتظار الحكم القضاء. أما إذا صدر الحكم نهائي فهنا الأمور واضحة. إذا كان صدر حكم بالإدانة فهو طبعا أكيد يتوقف نهائيا. إذا صدر حكم بالبراءة في الحكم نهائي فيعود إلى منصبه تلقائيا. أما أن نعطي للوالي حرية يقدر هل هذه نوقفه ما نوقفه. بالحديث عن السلطة التقديرية سيد بشير بليك، وأعود إليك سيد مختار بروينة، أذكر بالخبر أن والي ولاية العاصمة سيد زوخ قام أو أصدر تعليمة تقضي بتوقيف عدد من أميار هنا بالعاصمة على رأسهم رئيس بلدية القبة الذي اتهم أو الذي أنهيت مهامه، فيما تم توقيف نائب رئيس بلدية بولوغين المكلف بالإدارة والمالية لتورطه في قضايا بين قوسين مشبوهة. هذه القضايا سيد بروينة هي تقريبا العناوين التي تمس جميع أو أغلب الحالات المماثلة لأميار أو النواب بالمجالس المحلية تم توقيفهم. هل تعتقد أن القاسم المشترك في هذه التوقيفات بين قوسين أيضا يستدعي القول أنها تجعل من كثير من الأميار على فوهة البركان حتى وإذا ما كانوش هما المتورطين الحقيقيين في مثل هذه القضايا؟ أولا أقول بأن الأيام القادمة راح تشهد توقيف أميار وآخرين، يعني أعتقد أنه هذه معلومة ولا احتمال؟ نقول لك معلومة، أنا أعطيك عندك مير في قلب العاصمة صدر بحقه أمر بإلقاء القبض الجسدي عليه، لم يمثل بعد، وهذا الأمر صادر عن غرفة الاتهام لدى المجلس. ولماذا في رأيك لم يتم توقيفه على غرار مير القبة؟ ولهذا التساؤل أعتقد أن الأمر لابد أن يخضع، أن الأمر واضح في القانون البلدية. لكن الإشكال الذي أقول الخطأ قبل أن نصل إلى توقيف رئيس بلدية القبة، أيعقل أن الذي حصل على مقعدي يتبوأ رئاسة بلدية بينما الذي حازت على الأغلبية ب 11 مقعد تهمش وتوضع على حده؟ الأمر نفسه بالنسبة لقلب في قلب العاصمة الإشكال. أعتقد أن في تصحيح ما ورد في قانون الانتخابات من المادة التي تقول بأن اختيار رئيس البلدية على المجلس، وبالتالي ضربت الإرادة الشعبية في من منحتهم الصناديق، هذه كانت من النقاط التي أدت إلى هذه الأوضاع، بحيث الأقلية التي لم تحظى بانتخابات شعبية صارت تتبوأ مقاعد رئاسة البلدية باسم تحالفات غير طبيعية. أوصلتنا إلى هذه الحالة. نعم. أقول أكثر من هذا، يعني حتى أوضح أخي في قضيتي، مثلا في قضيتي عندما تبعت بقضايا أقولها وأقولها أمام رأي العام الوطني، أن الطرف المدني غير موجود، أن الوصاية غير موجودة، أنني كرئيس بلدية كنت أشتغل تحت رقابة الوصاية الإدارية وتحت رقابة المجلس وتحت رقابة المواطنين، بدليل أنني عندما تبعت قضائيا وتقدمت إلى الانتخابات فزت بإرادة شعبية لعهدة ثالثة في قلب العاصمة، ولكن الذين ناوروا واستعملوا بعض الأجهزة في محاولة لتحطيمي سياسيا هم الذين كذلك دعموا مسار التحالف غير الطبيعي الذي أوصل بلدية سيدي محمد إلى ما هي عليه اليوم. طيب سيد بروينة، حتى لا نشخصن القضية وحتى لا نضعها في إطار ضيق، ربما فهمت من كلامك أنه السلطات الإدارية المحلية المتمثلة في سلطات الوالي تتدخل بشكل مفضوح داخل المجالس المحلية، وبالتالي هي التي تهيئ لمثل هذه الفضائح بين قوسين التي بات الرأي العام يطلع عليها يوميا. تريد أن تعلق سيد بشير فريك؟ تفضل. تحياتي لسي مختار بروينة،
لكن ماهوش باش نعلق عليه، ولكن فقط كإضافة أشار إلى نقطة جوهرية هي قضية قانون الانتخابات وتعيين كيفاش يتم تعيين رئيس البلدية، وعطى مثال واحد عنده زوج أصوات، واحد عنده 11 صوت، عنده زوج مقاعد. هذا إشكال يعتقد أنه ممكن تتعالج، ولكن أنا شخصيا عندي قراءة لقانون الانتخابات الجديد وما يجب أن يكون عليه. فيه مسؤولية الدولة، فيه مسؤولية الأحزاب، وفيه مسؤولية القانون في حد ذاته. هذا أعتقد يطول الحديث ويتشعب. أنا شخصيا طيب، حتى 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 أعود إلى كونك والي سابق، كيف تتعامل وكيف يتعامل الوالي مع 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 المجالس المنتخبة؟ هل هناك وصاية على هذه المجالس المنتخبة؟ هل ليد الولاية أو الممثل باعتبارها ممثلة لجهة حكومية يد في تحديد المجالس المحلية، لا سيما أو رئيس المجلس البلدي؟ لا، يدق أعتقد في ظل القانون الحالي ما عندوش، لأن ممكن الوالي ولا الوالي عن طريق الممثلين تاعو رئيس دائرة ولا كذا ممكن يلعبوا في الخفاء تحت لتحت باش يديروا التحالف كما كان يقول صاحبي بروينة. مش يقول تحت لتحت، راه يقول لك بلي هما اللي راهم يحدوا مفاهيم اللعبة. هما ما يقدرش الوالي يدخل مباشرة، لا هو لا رئيس الدائرة لا الوالي المنتدب يدخل مباشرة، ولكن ممكن يعملوا تحالفات تحت الطاولة كما يقال لتعيين هذا أو ذاك. وأعتقد أن هذا بتغيير قانون الانتخابات وتغيير كثير من مفاهيم وكثير من ما هو معمول به ممكن نديره. سي بروينة معنا؟ نعم. يعني إذا سلمنا بفرضية أنه الإدارة هي التي تتحكم في المشهد الداخلي للمجالس المحلية، كثير من هذه الحالات التي عرضت على الرأي العام المتعلقة بشبهات فساد تتعلق بما يسمى بأحزاب الموالاة أو أحزاب الإدارة، خلينا نسميوها. كثير من الأحزاب التي أو الممثلين المحليين لهذه الأحزاب هم الذين يتعرضون في أغلبهم إلى مثل هذه المتابعات القضائية وشبهات الفساد. أولا أقول بأن المجلس المحترم عندما يكون مجلس منتخب ويعي قيمة الأصوات التي أفرزته ضمن عملية انتخابية يدرك مهامه المجسدة في القانون، وأعتقد بأن مهامه المجسدة في القانون عندما يدافع عليها بالإنصات المباشر للمواطنين في ترجمة التنمية المحلية يعكسها رئيس البلدية بوصفه ممثل للمجلس وممثل للدولة. علاقة المجلس مع أولا لابد أن نتفق بأن البلدية تتميز بالاستقلالية المالية، وأن المجلس الشعبي البلدي هي التداول في ميزانيته، فبالتالي عندما يكون هناك مستوى على مستوى المجلس بالتحكم في التسيير، بالتحكم في القوانين، بالتحكم في الملفات، بالإنصات المباشر للمواطنين، بالتجاوب مع التنمية المحلية، الوالي يقدر يمشي. أما إذا كان المجلس فيه اختلالات وسمح منتخبي أو أعضاء المجلس للإدارة بأن تتدخل في تسيير اللا توازن الموجود، فبالتالي هنا المصايب تصبح لها الكلمة الفاصلة. سي مختار، ربما أعيد صياغة سؤالي إلى ضيفي بشير بريك بطريقة أخرى حتى أفصل في الموضوع أكثر. أتحدث عن أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة وتعاطي الوالي مع هذه الأحزاب باعتبارها كما قلت مقربة للإدارة. قلت أنه أغلب الحالات تتعلق بأحزاب موالية، إذن هنا ننفي تورط الإدارة في فضح هذه الحالات باعتبارها أو باعتبارات سياسية على الأقل. هو نعود لفكرة مراجعة قانون الانتخابات، وأنا شخصيا من دعاة أو من الرافضين لفكرة القائمة الوحيدة، بمعنى أن على القانون الانتخابات أن يراجع الفلسفة نتاع الانتخابات ويجعل القوائم مفتوحة في قائمة معينة، المواطن ينتخب على أشخاص معينين بذواتهم. نعود كما كنا في السابق،
لان هنا نجسد الاراده الشعبيه. الانسان اللي يتم انتخابه سواء من قائمه الموالاه ولا قائمه المعارضه، المواطن من باش نكتسب شرعيه نتاع المنتخب المحلي صح عن طريق القوائم المفتوحه. اما القوائم المغلقه اليوم والقوائم اللي راها على حساب القانون الانتخابات الجديد، الامور اصبحت مفصوله، بمعنى قيادات الحزبيه هي تعين رؤساء البلديات. صحيح. يعني تادوليست القائمه تادوليست دي ما فيهاش مناقشه، تادوليست هو المير. فاعتقد ان هذا لان قد كيفاش يقولوا المثل يقول قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ففي قائمه معينه قد يكون انسان عنده مكانه عنده شعبيه بصح القائمه نتاعو ما تجيبش، بصح لو كان يتم التصويت عليه كفرد ممكن يطلع في القائمه. طيب. فبالتالي فلسفه كبيره نتاع هذا. طيب في سؤال اخير ليك سيد بروينه، اسابيع او اشهر قليله على دخول معمعة انتخابية جديدة تتعلق بتشريعيات 2017، هل تعتقد أنه في الأشهر القليلة القادمة ستنفجر قضايا أكبر تتعلق بشبهات فساد بالمجالس المحلية؟ في الحقيقة أنا أتوقع، أنا أتابع يعني مثلما هناك قضايا وشبهات فساد، وهناك قضايا يعني مطروحة على مستوى على مستوى التحقيقات على مستوى المحاكم، وهناك أنا أعرف وأتابع، لكن أقول فقط أننا لابد أن نفرق بين التهمة عندما تكون مثبتة وبين التهمة مسنودة إلى رسائل مجهولة. وأعتقد بأن في تعليمات بأن الكف عن الأسلوب والتعامل بهذه الرسائل المجهولة. أعتقد أن الأمور بأننا مرشحين، ولكن أقول أن الفساد لا يتعلق فقط برؤساء البلديات، لأن هناك الكثير من رؤساء البلديات الذين تحملوا الصعاب وواجهوا العراقيل وواجهوا قضايا تاع تسيير من أجل المصلحة العامة. الفساد لا نشخصه في مستوى معين، لأن إذا كان هناك فساد أعتقد أن هناك كذلك فراغات قانونية. قانون الصفقات الذي كثيرا ما أدخل المنتخبين إلى أروقة المحاكم تعدل منذ سنة 80، تعرض إلى حوالي 6 تعديلات، ولحد الآن ما زالت فيه بعض النقائص. هذه النقائص تختلف من منطقة إلى منطقة حسب الخصوصية في التطبيق وفي التنفيذ. هناك كذلك أعتقد أن الأمور مثلا ما وقع في العاصمة، الحالات التي تثبت بأن هناك تزوير هناك تزوير واستعمال مزورة في محررات رسمية، هذه عندما تثبت يتحمل مسؤوليته من قام بذلك الفعل جنائيا. أما قضايا الفساد فلابد أيضا كذلك لابد أن نحددها. نعم. أنا أقول لك حاجة، اسمح لي ونعطيها لك في كثير من الأمور. تفضل. لما تصدر أوامر من عند الولاد باش الرؤساء البلديات ينفذوا عمليات على جناح السرعة، بعدين لما ينفذوها لما يطلبوا بسوية الملف الإداري يقول له أنا ما عطيتكش الأمر ويقول له كان ما دفتش، ويخليوا هذاك المسؤول المنتخب عرضة إلى متابعات ومضايقات، وحصلت في كثير من المواقع. سي مختار بروينة رئيس بلدية سابق، شكرا جزيلا على تفضلك بالبقاء معنا في هذا العدد من الحدث. نعود إليك في مواعيد لاحقة. سيد بشير فريك، فيما تبقى من الوقت، يعني أنتم أيضا بصفتكم والي سابق، وحتى أنه هذا الأمر ذكرته في مؤلفاتكم، تعرضتم لضغوطات من طرف سلطة سياسية من أجل تنفيذ أمور محلية. الأمر هذا ألا تعتقد أيضا أنه ينطبق على المجالس البلدية، خصوصا الأميار الذين يتعرضون لضغوطات سياسية من أجل تنفيذ مشاريع محلية لصالح جهات معينة قد تكون سياسية وقد تكون مالية؟ والله هذا الموضوع فصلته بشيء من توضيح في الكتاب نتاعي، وقلت بأن المير أو رؤساء البلديات عندهم وصاية مزدوجة، عندهم وصاية نتاع الحزب نتاعهم،
اللي رشحهم عندهم وصايه نتاع الاداره، واذا صح التعبير عندهم ضغوط نتاع المجتمع نتاع نتاع المحيط اللي يعملوا فيه. في خضم هذا المير رئيس البلديه اللي يروحوا في وضع لا يحسد عليه، لكن اعتقد انه بالاحتكام الى القانون، بالاحتكام الى نقول القانون وروح القانون، رئيس البلديه لما يتصرف بصفتين، سواء ممثل البلديه وهذه تنفيذ المداولات المتعلقه بالبلديه المجلس الشعبي البلدي، او ممثل الدوله باصدار القرارات. في كلا الحالتين من المفروض فيه رقابه، فيه متابعه لصيقه من طرف السلطه الوصائيه. انا رفضت في الكتاب نتاعي فكره الوصايه، وقلت بان الوصايه تنصب على القصر، فقلت الرقابه. فيجب في لاننا لحد الان لم نتوصل الى مجالس منتخبه محليه ناضجه نظرا للتذبذب السياسي، للتشرذم السياسي، للوضع اللي عشناه. ما زلنا تشوف كيفاش ما زلنا نتقبط، ما زلنا ما حدثناش، ما خلقناش مجالس محليه منتخبه تستطيع ان تفرض نفسها. لما تجيني تعليمات كرئيس بلديه من جهه اداريه غير قانونيه ما نطبقهاش، لما تجي تعليمات من الحزب وغير قانونيه ما نطبقهاش. ما يقدرش ما يطبقهاش لانه ملتزم بالخط الافتتاحي تاع الحزب. بقول لك ما يطبقهاش، هو لما ما يقدرش يضمن عهده اخرى. اذا هذا هو المشكل درك، هو لما ما يطبقش التعليمات نتاع الوالي، ما نقولش رئيس الدائره ولا الوالي المنتدب، لان كما يقولوا بالدارجه خضره فوق عشا، الوالي لازم يكون واثق من نفسه باللي ما عندوش منين يحكموا الوالي. غدوه يجي يبدا يخرج له في التسيير نتاعه وما يلقى والو، لازم يكون واثق ويكون متاكد. ولهذا اغلب رؤساء البلديات لما تجي تعليمات ما يقدرش ما يطبقهاش. الأميار المنتسبين إلى أحزاب كما قلت موالية للسلطة وأحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير ولفلان ولارندي مثلا، التزامها مع قرارات فوقية إدارية متعلقة بهاتف الوالي أو رسالة من جهة رسمية أكثر من التزام أحزاب المعارضة؟ والله مانيش فاهم بالضبط. يعني كيفاش تعاطى احزاب المعارضه؟ لا هو المشكل في ثقافه الدوله. انا لما نسمع وعلى بالي بها باللي رئيس بلديه فيه صدور امر بالقبض الجسدي ومازال يمارس المهام نتاعو، ورئيس بلديه كما قلت انت عنده شبهه مازال ما ثبت حتى شيء، يتم توقيفه. فالكيل بمكيالين ماهوش معقول. ولهذا اشكاليه الجماعات المحليه، اشكاليه البلديه الجزائريه، اشكاليه معقده. وكتشوف ربما الحلقه اللي تشوف كتشوف القانون البلديه درناه في 2011 نسمع في وزير الداخليه يتكلم باش يعاود يغيروا قانون الانتخابات، تندار في 2012 شرعيات 2012 هاو تغير. ماهوش معقول باش بهذا الشكل هذا نديروا قوانين بمزاجيه، نديروا قوانين متسرعه ومن بعد كل مره، يعني ماشي. يعني هل 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 تطالب باعاده النظر في الماده 43 من قانون البلديات متعلقه بتوقيف تحفظ انا شخصيا في هذه النقطه تاع توقيف رئيس البلديه، قبل ما نتكلم على التوقيف نتاعو، لازم في البدايه ان الوالي رئيس الدائره نحملوه المسؤوليه نتاع الرقابه نتاع المتابعه. درك رئيس البلديه كاين ناس، كاين الله غالب، كاين واحد اللي مريض، كاين واحد اللي مريض بالرشوه، كاين واحد مريض بالمحاباه، كاين واحد مريض ما على بالي، هذه شواذ وشر لا يقاس عليه. لكن لما تكون عندي رقابه الى صح التعبير لصيقه، تكون الاداره متواجده وعندها ميكانيزمات واليات الرقابه، رئيس البلديه
ما هو ما هي التهم اللي ممكن رئيس البلدية؟ لكن هناك من يقول سي بشير فريك أنه هذا العدد الكبير من قضايا الفساد اللي تطال كثير من المنتخبين المحليين، خلينا نعود الفرضية أخرى أنه هما كباش فداء، يعني باعتبار أنهم على تماس مباشر مع المواطنين يوميا، هما اللي يضحى بهم أولا، هما اللي يتحطوا في واجهة قضايا الفساد على أساس أنهم هم الفاسد الأكبر في المجالس المحلية أو في تماس مع المواطن. شوف أقول لك صحيح، نقول قلت في البداية باللي رئيس البلدية راهي في الخط الأمامي في الجبهة، في الجبهة الأمامية لصح التعبير، بين المواطن، بين الوصاية الإدارية، بين الوصاية الحزبية، بين الضغط نتاع المجتمع، اتفق معك. لكن رئيس البلدية يخدم في إطار قانوني، لما رئيس البلدية والمجلس نتاعه والإدارة نتاعه عارفين باللي فيه رقابة، عارفين به فيه متابعة، وفي أي لحظة يقع خلل ممكن يكتشف أمرهم تنقص هالأخرى. لكن لما الوصاية ما تلعبش الدور نتاعها، ما تلعبش الدور الرقابي. صحيح. دور الرقابي نفتح قوس فقط. تفضل سيبش. لأن رئيس البلدية قلت يعمل كممثل البلدية ومثل الدولة. في المدة الأخيرة منذ سنة ونصف أصدر مرسوم يحدث، تعرف المشكلة نتاع رخص التعمير، رخصة البناء، رخصة الهدم، رخصة المطابقة إلى آخره. صدر فيها مرسوم باقتراح من وزير السكن خلق الشباك الوحيد على مستوى البلدية. الشباك الوحيد على مستوى البلديات. الهدف نتاعو لتسهيل الإجراءات نتاع تسليم هذه الرخص اللي عرقلت المواطنين والمستثمرين إلى آخره. وعطات مهلة نتاع 20 يوم لازم المواطن يستلم الرد على الطلب نتاعو. كاين بلديات اللي 6 شهور، 5 شهور، 7 شهور ما يجاوبوهم. ويتسبب في تعطيل شؤون المواطنين. يعني صحيح. هذه وراه الدور نتاع الوصاية. والقانون إذا ما خاتنيش الذاكرة وموجود هنا عندني، كاين ما يسمى بسلطة الحلول، لا سيبستيتيسيون، لأن القرارات هذه نتاع التعمير، قرارات يديرها لرئيس البلدية ماهوش بصفته رئيس البلدية، بصفته ممثل الدولة سيدي زاريتي، تحت الرقابة نتاع الوالي. لما رئيس البلدية ما يقومش بهذا الدور هذه، الوصاية تعذروا، تنبهوا، تعطي له مهلة ما يديرهاش، الوالي يحل محله ويديرها اسمه لا سيبتيتيسيون. هذه عمرها ولا صارت قلاء صرار. يعني كثير من النقاط التي ربما لابد الوقوف عليها في علاقة الوالي بالمنتخب المحلي وفي قانون البلديات بشكل عام، موجودة وخصوصا ما يتعلق بتغيير القوانين مع كل فترة، حتى إذا كانت فترة قريبة. كما قلت قانون تحط في 2011 يراد تغييره في 2016، قانون يتحط في 2012 يرى تغييره في 2016. ربما نحن بحاجة إلى إعادة نظر جذرية في تعاطي المشرع مع هذه القوانين التي تقاس أحيانا على مقاسات مختلفة لا تنسجم بالضرورة مع الصندوق. بشير فريك الوالي السابق، شكرا جزيلا على حضورك معنا وعلى هذه التفاصيل التي أفدتنا بها. أيضا كان معنا عبر الهاتف سيد مختار بروينا رئيس بلدية سابق، وكنا تطرقنا في حدث اليوم إلى قضايا تتعلق بقضية خالد بابوري المتهم في بلجيكا بقتل شرطيين، وأيضا تحدثنا مع معالي وزيرة السياحة التونسية عن التسهيلات التي سيلاقيها بحول الله الجزائريين في رحلاتهم القادمة إلى الشقيقة تونس. أوراق الحدث لهذا اليوم تمت بعون الله، نلقاكم غدا إن شاء الله.